السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد في السيرفيس موديفيكيشن اوف الابيثيليال سيلز. يعني ايه؟ معناها تحورات بتحدث في السطح بتاع الخلية، يعني من فوق كده. يعني انا لو عندي ان دي الخلية، بلاقي ان السطح ده بيحدث فيه تحورات. طب يحدث تحورات ليه؟ علشان يعمل لي اكومديت ان هو يتأقلم لي certain function، لي وظائف معينة اللي بتقوم بيها الخلية performed by the cell. عندي منها اول نوع، في حاجة اسمها مايكرو فيلاي. مايكرو فيلاي هي عبارة عن finger like processes، يعني هي زوائد بتشبه الأصابع. بتمتد منين؟ from the free surface of the epithelial lining cell. باللايت ميكروسكوب انا هلاقيها انها عبارة عن فاين استريشن، يعني خطوط دقيقة كده بتطلع من الايه، من الفري سيرفيس بتاع الخلية. خلاها انها تاخد شكل البرش اللي هي الفرشة، وبالتالي سمتها على هذا الاساس بالبرش بوردر او استرييتد بوردر، كأنها حاجة مخططة. اما بالنسبة بالالكترون ميكروسكوب، بلاقيها انها عبارة عن تيوبولر استراكشر او اكستنشن، تيوبولر اكستنشن، امتدادات بتشبه التيوبولز اللي هي الايه، الانابيب. بتبقى كفرد بحاجة اسمها الجليكو كاليكس. بلاقيها انها بتمتد من الابيكال، ده كده هسميه الابيكال سيتوبلازم، الابيكال سيتوبلازم، وبالتالي اللي فوق هيبقى الابيكال بلازما لم اللي هو البيزمنت ممبرين. يعني بلاقي ان جواه الكور بتاع التيوبيول دي بتحتوي على فيلمنت بتسمى بالاكتين فيلمنت. لكن جزء من الاكتين فيلمنت بينزل في الابيكال سيتوبلازم، هسمي الجزء ده بالتيرمينال ويب، تيرمينال ويب. بلاقي ان المايكروفيلاي بلاقيها انها بتبقى موجودة في الابزوربتيف سيلز، اللي هي الخلايا المسؤولة عن الامتصاص، زي الخلايا اللي موجودة في الانتستين اللي هي الامعاء. بلاقيها انها ليها وظيفة كونتراكتايل كونتراكشن، هي بتبقى كونتراكتايل وبالتالي وظيفتها الكونتراكشن، وبتحتوي على دايجستيف انزيم. ده بالنسبة للمايكرو فيلاي. بعد كده هناخد الستيريوسيليا، تاني نوع ستيريوسيليا. هي عبارة عن سيليا like processes، زوائد برضو بتشبه السيليا، بتبقى موجودة على الفري سيرفيس اوف ذا ابيثيليال سيل.
لكن بتبقى موجودة فين؟ في reproductive male reproductive tract. في الجهاز التناسلي الذكري في حاجة اسمها الإبيديدمس. بجد ان الشكل بتاعها بتشبه للسيليا في الشكل بتاعها لها نفس. بلاقي ان الستركشر بتاع الستيريوسيليا بيشبه المايكروفيلاي، لكن بتكون ماتش لونجر، بلاقيها انها بتكون اطول الى جانب انها بتكون برانشد لكن نوت موتايل او ام موتايل، انها غير متحركة. يعني هي بتبقى نفس التركيب بتاع الميكروفيلاي لكن بتبقى غير متحركة. تالت نوع هي عبارة عن السيليا. السيليا هي ايه؟ هي تيني بروسيسز، زوائد دقيقة جدا. بتمتد منين؟ من الفري سيرفيس بتاع الخلايا اللي بتبطن لي مين؟ الابيثيليال سيل، اللي بتعمل لي لايننج للاير باسج اللي هو زي الريسبيراتوري تراكت والريبرودكتيف تراكت. السيليا دي بلاقيها انها بتتحرك بطريقة منتظمة باي او بيت ان ريزميك مانر، يعني مش في اي اتجاه كده وخلاص. يعني هي حسب المكان اللي هي بتبقى موجودة فيها بلاقيها انها بتتحرك بطريقة معينة. يعني مثلا لو هي موجودة في الريسبيراتوري تراكت بلاقيها انها بتتحرك لفوق علشان تطرد اي مثلا ميوكس، اي جسم غريب دخل او اي بلغم او الكلام ده كله. في حالة الريبروتكتيف تراكت هي بتعمل لي التقاط للأوضة. خدنا قبل كده ان السيليا بالالكترون ميكروسكوب بتتكون من 9 دبلت مايكرو تيوبيول سراوندد، انها بتحيط لايه؟ لاتنين مايكرو تيوبيول بتبقى موجودة في السنتر. التركيب ده اللي هو 9 زائد الاتنين اللي موجود في السنتر اللي هو الميكروتوبيول كومبلكس بيسمى بحاجة اسمها الاكزونيم. وعرفنا طبعا ان السيليا منشأها بيجي منين؟ من البيزل بادي. البيزل بادي، تركيب البيزل بودي بلاقيه ان هو نفس تركيب السنتريول اللي هو ايه؟ كان 9 تريبلت مايكرو تيوبيول، 9 تريبلت مايكرو تيوبيول. ده بالنسبة للسيل. اخر حاجة الفلاجيل. الفلاجيلا هي لونج موتايل processes. تبقى موجودة فين؟ تبقى موجودة في السبرماتوزوا اللي هي الحيوانات المنوية. هي بتشبه السيليا لكن هي بتبقى more longer than السيليا، بتبقى أطول منها. هي بتشبهها في التركيب لكن بتكون أطول منها، وهي بتكون واحدة بس. يعني مش كذا واحدة زي السيليا كده، لا هي بتكون حاجة واحدة بس كده بتبقى موجودة في الايه؟ في السبرمات اللي هي السبرماتوزو. وبكده نكون خلصنا السيرفيس موديفيكيشنز اوف ذا ابيثيليال سيلز.